إن أفضل الصلوات بعد الفريضة هي الوتر، وأفضل الذكر بعد القرآن هو التسبيح، فناسب أن يكون أفضل الذكر بعد القرآن يؤتى به بعد أفضل الصلوات بعد الفرائض، وذلك أن تسبيح الله عز وجل هو أفضل كلم يقوله العبد بعد قراءته القرآن. وقد جعل الله عز وجل للمسبح ثلاث خيريات في كتابه، فقال الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، وقال جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. والباقيات الصالحات جاء في حديث أبي سعيد وغيره أنها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد افتتح النبي صلى الله عليه وسلم الباقيات بهذه الكلمة العظيمة سبحان الله، فهذا يدلنا على أن الانشغال بهذه الكلمة هي خير ثوابا، فلا ثواب أفضل بعد الواجبات وكلام الله عز وجل من هذه الكلمات ومنها التسبيح، وهي خير أملا، فمن رجا أملا وطلبا ورجا سؤالا وخاف أمرا فانشغل عن ذلك بالتسبيح والتهليل والتحميد فإنه يعطى سؤله وإن لم يطلبه، كما جاء في حديث ابن عباس أن أعرابيا جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني كلمات، فقال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فقال الأعرابي: فهذه لله فما لي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إذا قلت هذه الكلمات قال الله سل تعطه. فمن انشغل بالتسبيح كانت خيرا له أملا مما يؤمل ومما يرجو، فيعطيه الله عز وجل أعظم من ذلك. وفي حديث أبي سعيد عند النسائي: من شغله ذكري عن مساءلتي أعطيته أفضل مما أعطي السائلين.